انضم إلينا من القدس المحتلة إسماعيل المسلماني خبير الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد إسماعيل معنا. كيف تقيم الصمت الدولي أو العجز الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بعد 158 يوما على تلك الحرب؟ صباح الخير لكم ولكل المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير. رمضان كريم. واضح جدا أن إسرائيل يعني تمادت بكل الخطوط الحمر ويعني انتقلت إلى مستوى أعلى في التصريحات النارية، والتي نتنياهو يهدد ويخالف كل الإجراءات الدولية والمواثيق الدولية فيما يخص بكل أركان الحياة. لم تعد غزة الآن قابلة للحياة، لا حياة على المستوى السكن ولا مستوى الخيمة، حتى الذين يعني في داخل الخيمة هي لا تصلح للعيش بها، ولا في الطرقات ولا في كل أركان. واتصفت الآن، وخاصة أن هذه الإجراءات يعني فاقت من حد المعاناة، والأزمة تتعمق بشكل كبير في قطاع غزة، وهذا يقود إلى أكبر ضحايا سنشاهدها لاحقا نتيجة جراء هذا السلاح التجويع الذي يستخدمه كأداة حادة لحرب نفسية، لعل وعسى أن يحصل المزيد من التنازلات من قبل، في ظل أن الأوساط الدولية غير مكترتة ولم تستطيع ولا تستطيع، والحقيقة أن أمريكا هي التي فقط ممكن أن تحرك هذا الموضوع، وهي غير جادة في هذه السياق. كل التصريحات هي تصريحات لفظية لا أكثر ولا أقل. يعني بمعنى آخر، في عام 73 و56 أمريكا تدخلت وأوقفت حتى في حرب الأولى والثانية التي حصلت على المستوى العالمي، كان تدخلها هو الحاسم في الأمر في نهاية هذه الحرب. بإمكان أمريكا أن تتدخل بشكل فعلي وجاد لإيقاف إطلاق هذه، لكن نتنياهو بالأمس ماذا فعل؟ خاطب المؤسسات الإعلامية الأجنبية وأراد أن يقول أن بايدن هو المخطئ، وأوضح بشكل يعني أيضا ما زالت الخلافات يعني حادة على المستوى الشخصي وليس على المستوى البيت الأبيض. وهذا المشهد الأبيض تحديدا سيد إسماعيل كيف نقيمه إذا كان تصريحات نتنياهو تخرج علينا وهي ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن من مطالبه فيما يخص القضية الفلسطينية، وأي تحذيرات خاصة في أي خطوات قد تزيد من التصعيد خلال تلك الفترة؟ مهم الإشارة إلى أن الإدارة البيت الأبيض أقصد به هي دولة عميقة تماما مثل بإسرائيل. المؤسسة الأمنية والعسكرية عميقة. لاحظي أن جانيت وإيزنكوت هم من هذه المؤسسة العميقة، الذين يختلفون بشكل كبير جدا مع نتنياهو أو مع هذه الحكومة التي ممكن أن تفجر الأوضاع. وبالتالي نتنياهو طالما أن لا هناك عقوبات على المستوى الدولي، ولا هناك من يحرك، وليس هناك من يقول لإسرائيل عليك أن تتوقف وأن تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، أيضا عدم الضغط من قبل الجامعة العربية هو الذي يشرع لنتنياهو ويشرع التغول في المنطقة بشكل كبير. أيضا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إن لم تضع يعني ضغوطات بمعنى يعني فرض إملاءات وعقوبات على إسرائيل، لن نتنياهو على العكس سيتمادى أكثر وأكثر. وبالتالي يعني نحن أمام مشهد إسرائيل تريد أن تقول هذا له بعدين. البعد الأول أن إسرائيل تريد استعادة هيبتها من خلال هذه الإملاءات، وهو الشخص الوحيد الذي يقول لبايدن لا في داخل أمريكا، وهذا يبسط يعني الناخبين المتطرفين أو من الحكومة الائتلاف اليميني الأكثر، وهذا يجعل نتنياهو يتقدم بالمزيد. يعني بمعنى آخر هو يريد أن يقول للمعارضة يائير لبيد ومن نحن لا نقبل الإملاءات الدولية. انتبه كثيرا جدا، نتنياهو أشار إلى هذه القضية، يشير إلى المعارضة ليبرمان وجانيتس ويائير لبيد أننا لا نقبل أي من الإملاءات، مثلا موضوع حل الدولتين لا نقبلها، المساعدات الداخلية هي ورقة
ابتزاز، ومن يريد عليه أن يدخل جوي أو عن طريق البحر، إسرائيل تفرض منطقها الغير مقبول على العالم وهي تحاول. إلى متى سيد إسماعيل تفرض تستمر إسرائيل في فرض منطقها غير المقبول وتستمر في تلك الجرائم البشعة التي نراها يوما بعد يوم في فلسطين؟ نعم، هذا ما أعتقد أن جنس ومن معه في داخل جنس وإيزنكوت والمعارضة سوف يخرجون من الكابينت، وبالتالي هذا ينزل إلى الشارع للانتخابات، لأن نتنياهو يقود إلى المغامرة، يقود إلى الخراب بشكل كبير، وهو يدمر ويصدر الأزمات في داخلها. أعتقد أن جنس ومن معه لن يتحملوا أو لن يبقوا في داخل هذه الحكومة، وخروجهم يعني التظاهر في الشارع، والتظاهر في الشارع يعني مسيرات فوق المليون، وهذا يعني التوجه إلى الانتخابات المبكرة. واضح جدا أكثر من 5 شهور لا المجتمع الدولي استطاع أن يوقف إسرائيل أو يعاقبها، وهذا يعني للأسف يعني، ونقولها بشكل محزن ومؤسف، أن واقع الجامعة العربية الدول العربية غير جدي بفرض السياسة، وأيضا الدول الإسلامية يعني 56 دولة كذلك الأمر، هناك إمكانيات تستطيع أن تلزم وتضغط على إسرائيل في المجال الاقتصادي والمجال البري والمجال الاجتماعي والسفراء وكل ما يتعلق. هذه أدوات ممكن استخدامها لوضع حد لإجراءات نتنياهو، لكن ما يبدو أن هناك يعني واضح أن هذا الصمت يعني مرتبط بمزايا قد تكون لها مصالح لاحقا، وهناك استهداف لقطاع غزة قد نفهم من الرصيف، يعني حتى الرصيف العائم الذي يتم هو تهجير طوعي بشكل غير مسبوق سيكون لاحقا، مثل ما حصل في السبعينات في الجنوب اللبناني سنرى غدا. وبالتالي التحكم في المعابر هي التي تقول أنا صاحبة المفتاح، ونتنياهو هو الذي يقرر متى يفتح ومتى، يعني نحن أمام مشهد غير مسبوق في تعنت المشهد الإسرائيلي، وهذا إن دل على شيء. نعم. شكرا من القدس المحتلة إسماعيل المسلماني خبير الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.